أميرة، في اللحظة هذه يعني النجم نقولوا اللي فما حضور فما غياب، أعطينا بسطة على اللي صاير في المجلس التأسيسي. هو اليوم يعني من اللي بداوا يصوتوا على الدستور تبدل يعني البورسنتاج اللي عنا على الحضور كي نقارنوه بقبل بالعامين اللي فاتوا اللي صار يعني كان المجلس فارغ. اليوم نسبة الحضور في 80%، ولكن النواب هذوما 217 نائب هذوما اللي في المجلس الوطني التأسيسي تصوت عليهم علاش؟ باش يكتبوا دستور ويصوتوا عليه. يعني حتى كان ب 80% انه عندنا 10 ولا حتى 15 نائب ولا حتى زوز غايبين، هذا شيء ماهوش عادي. اليوم النواب الكل لازمهم يحضروا في المجلس، وخاصه انه رينا فما يعني في فصول، وتنرجعوا بعد كي نحكيوا على الدستور، طاحت وهي من الفصول المعني مهمه جدا جرت الغيابات نتاع بعض النواب. احنا قلنا باش الناس اللي غايبه ديما من اللي بدا نحبوا نشهروا بهم، على خاطر هذوما ناس تخلص من المال العام وناس تخدم في الوطن وهما غايبين. شكون هم امير؟ هو الاربع ايام الاولانيين لاحظنا انه فما ثلاثه نواب ما جاوا على حتى فصل من فصول ال 44 نتاع المجلس معناها نتاع الدستور. فشهرنا بهم ومن غدوه الكل جاوا. واضح. دونك هذا باش نشوفوا يعني ايش هاو الامباكت، هاو الامباكت يعني exactly. حتى من الاول قلنا كيفاش والنواب وش مدخلكم وكل شيء. هاو احنا رينا ثلاثه نواب هذوما ما كانوا يعني غايبين ما حضروش بالكل وجاو، ومنهم واحد مريض ومريض بالرسمي وجاي مريض. يعني مريض سيد قيس مختار كان مريض وخذا كان ينجم يقول يعني اميره كان ينجم يقول هو مريض وجاب لنا سيرتيفيكا ميديكال وحضر. يعني اوكي فما حالات قصوى ونتفهموها، واحنا النواب يعني نقولوا لهم كانكم غايبين وحاله قصوى قولوا لنا احنا نحطوا في المقع نتاعنا راهو هذاك غياب مبرر، ولكن ماهوش حال النواب الكل. واليوم سي توجور لي ميم كي سابسونت اميره، يعني نفس النواب اللي يغيبوا؟ لا نو مش نفس النواب اللي يغيبوا، لا يتبدلوا، ولكن سي فغي انه عندنا يعني كتل حاضره اكثر من كتل، هذه معروفه من النهار الاول نتاع المجلس. اللي كتلت حركه النهضه هي اكثر من كتلت حضورا، ما تبدلتش يعني على الدستور كتله حركه النهضه حاضره بفوق 90%. قد ايه؟ ب 92% يظهر لي 92% ب 91%، ولكن يعني الكتل الكل هو الكتل الكل ما بين 70 و90%، يعني الحضور هذاك الوجه ما بين 80%. ولكن رغم هذا انا يعني الناس ما تعرفش، اما عامين ونص بعد المجلس الوطني التأسيسي عمره بالعمر لا حضروا 217 نائب، يعني حتى نهار الاول ما حضروش الكل. ونتصور واحنا توا ما ننتظروا كان في حاجه برك، هل انه نهار باش يصوتوا على الدستور باش يحضروا؟ وي شنو نقطة استبلية تو وقتها يجيو، خاطر بوغ لا بيل فوتو تاع النيات الكل يتزينوا يجيو الكل بوغ لا فوتو.